عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل انطلاقات صباح هذا اليوم شوط يتلو الآخر. نصل بكم إلى خاتمة أشواط الفترة الصباحية والمخصصة لسن الحقاي. مسافتنا مسافة 4 كيلومترات، وهذا الشوط مخصص للحقاي القعادين، وأيضا الفترة المسائية تحمل تحديات الرموز والجوائز العينية المميزة في هذا المهرجان. بسم الله وعلى البركة، مباشرة نذهب إلى البداية وإلى صدارة الشوط للتعرف على أول المراكز وأول المندفعين اللي بنحاول نتعرف عليه. المركز الثاني الوصول والتحديات من اللي انطلق في ثاني المراكز، زاهي طارق بن ناصر بن سيف الحارثي من يقدم لنا انطلاقة زاهي مع المستوى الثاني. والمركز الثالث هنا الوصول والتحدي من كفو، مطر بن علي بن سالم لوهيبي يقدم انطلاقة كفو القادم مع ثالث المراكز. والمركز الرابع في هذه اللحظات جيتار يتقدم مع حميد بن سعيد بن محمد الحارثي من يقدم جيتار القادم، وهذا حامل الرقم 19 ظبيان زاهر بن يمعة بن سالم الوهيبي من يتقدم على رابع المراكز. والمركز الخامس سياف بشعار المهندس يتقدم حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي مع خامس المراكز. والمركز السادس في هذه اللحظات هنا الوصول من مهاجر الصغير بن فايل بن سعيد الزرعي يقدم انطلاقة مهاجر، بينما هناك سابع المراكز القادم في سابع المراكز هناك الوصول من أشقر أحمد بن هلال بن سعيد المالكي من يقدم انطلاقة أشقر، بينما ثامن المراكز شاهين المتقدم مع محمد بن أحمد بن سالم الوهيبي يقدم شاهين. والدور دور المركز الثامن ليشاهد مخاصم محمود بن أحمد بن حميد اليديلي يقدم انطلاقة مخاصم، بينما تاسع المراكز شاهين محمد بن سلطان بن سالم المثيمني يقدم شاهين. وفي عاشر المراكز كرار سعيد بن سالم بن راشد الهاشمي من يقدم انطلاقة كرار. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام اتممنا على مسامعكم نداؤنا الاول للعشرة الاسماء المنطلقة والباحثة عن الفوز والانتصار وتسجيل النقطة الثمينة من هذا المهرجان، المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا. العودة مباشرة الى كفو، العودة الى شعار ابناء ميدان الدريز اللي يمثلهم خير تمثيل في صباح هذا اليوم باختطاف نقاط ثمينة في صباح هذا اليوم. مطر بن علي بن سالم الوهيبي باحثا عن نقطة أخرى تضاف إلى شعاره وإلى سجلات كفو الحاضر مع البداية والصدارة، بينما ثاني المراكز وصل مهاجر الصغير بن فايل بن سعيد الزرعي يقدم مهاجر وصول أيضا من شعار على ما يبدو هذا اللي قادم والمتقدم شعارك يا الغفيلي القادم في هذه اللحظات. وصول مميز وتدخل من حامل الرقم 35 يتواجد بالرقم 35 جبار سهيل بن حمود بن علي الوهيبي من يتواجد بشعار المر بن سالم بن محمد الغفيلي القادم ليتقدم في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، وصلت الأسماء، وصل وتحرك، تحرك شاهين محمد بن أحمد بن سالم الوهيبي يقدم شاهين منطلقا وقادما من الصفوف الخلفية. وصل في هذه اللحظات كرار سعيد بن سالم بن راشد الهاشمي، دشنا آخر 1200 متر متبقية من عمر هذا الشوط. اقفل دائرة النداء على الأسماء المتقدمة. الله يا شوط الختام تابع
تابع وشوف بالعدسات الساحرة لقناة عمان الرياضية المتنوعة التي تنقل لنا وقايع هذا السباق، وأيضا الإمتاع المميز من مخرجنا العزيز طارق باعمر اللي يتحفنا على أرضية الميدان العودة إلى كفو مطر بن علي بن سالم الوهيبي، من يقدم انطلاقة كفو هنا مع المقدمة هو الصدارة مهاجر مع الملاحقة، مهاجر مع الملاحقة مع ثاني المراكز، وصل شاهين وصل في هذه اللحظات، يقدم المر بن سالم بن محمد الغفيلي من يقدم شاهين، بينما اللي وصل في هذه اللحظات حامل الرقم 13 يتواجد صايب مسعود بن سيب الراشد السعدي، اهالي ميدان الرميل قادمين، وصل لمغيري بدأ يشن الغارات والمناورة على أرضية الميدان، سعيد بن عامر المغيري السلام القادم ليقدم هذا الاسم القوي والخطير، وصول أيضا ممتاز في هذه اللحظات من اللي قادم ناصي، هناك محمد بن علي الوهيبي، لكن العودة يا سلام رفرفة أعلام دول مجلس التعاون معلنة عن وصول البطل في هذه اللحظات، والبطل هنا ناصي، ناصي محمد بن علي الوهيبي قدم ناصي بهذا الشوط وخاتمة أشواط هذا اليوم، سلام بمناسبة هذا الفوز والتميز، وأسعد الله صباحك، وختامها مسك دائما تهانينا والناموس. المركز الثاني من وصل فيه أهالي ميدان الرميل قدموا لنا صايب مسعود بن سيب الراشد السعدي، والمركز الثالث بشعار أيضا شعار المغيري قادم هناك مع اللي وصل في ثالث المراكز شاهين سعيد بن عامر المغيري. إذا تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين في هذا الشوط وشوط الختام. نبقى في هذه اللحظات مع التوقيت الزمني، توقيت أيضا ناصي محمد بن علي الوهيبي توقيت الزمني 6 دقائق و17 ثانية 60 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا مالك ناصي محمد بن علي الوهيبي. بينما المركز الثاني اللي وصل في ثاني المراكز صايب مسعود بن سيب الراشد السعدي ليهدي أبناء ميدان الرميل ثاني المراكز، ووصفت هذا الشوط توقيت الزمن 6 دقائق 18 ثانية وأيضا 76 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما ثالث المراكز بشعار سعيد بن عامر المغيري وبنطلق عليه شاهين القادم في توقيت زمني وقدره 6 دقائق 19 ثانية 26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين في صباح هذا اليوم. انتهت أشواطنا بواقع 16 شوط من أشواط هذا الصباح، لم يتبقى منها إلى الملخص بصوت الزميل محمد الينيبي. هذا كان مس